ريل 15، صرصار الليل 15. مشروع المدفع ألماني ذات الحركة صمم خلال الحرب العالمية الثانية بوضع مدفع 150 ملم على هيكل دبابة بانثر. تم تعديل الهيكل خصيصا لحمل هذا المدفع. صمم نموذج آخر يحمل مدفع 128 ملم سمي جريل 12، وقد صنع نموذج التجريبي بداية العام 1943 ولكن ألغي المشروع أواخر العام.